وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من دبي الإعلامي والمحلل السياسي عبد الله المطوع. بداية مساء الخير أستاذ عبد الله. إذا فضائح قطر حول دعمها للإرهاب تتكشف يوما بعد يوم، وآخره ما عرضته قناة سكاي نيوز عربية يوم أمس من علاقة مشبوهة بين وزير الداخلية القطري السابق والعقل المدبر لهجمات 11 من سبتمبر. ما الذي تستفيده قطر وراء ذلك؟ حقيقة يعني يوما بعد يوم نحن نشاهد يعني الآن تقريبا 50 يوم أو 45 يوم عن المقاطعة لقطر، نكشف شبه يوميا عن خطوط عريضة ومخططات تعمل قطر عليها لدعم الإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. بالإشارة إلى سؤالك الكريم، يعني ليس بغريب على المستمعين والمتابعين لشأن المنطقة الشرق الأوسط وتحديدا المنطقة العربية ومنطقة الخليج العربي أن تقوم قطر بإيواء ودعم هؤلاء الإرهابيين. أعتقد مثل ما كان واضحا أمس بحديث أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي وكشف هذه الحقائق بأن أعمال 11 سبتمبر كانت تمول من أحد العناصر العائلة الحاكمة في قطر تحت مظلة الجمعيات الخيرية، وهذا ما أشارت إليه دول المقاطعة بإعلان القائمة الأولى كانت تضم بعض الجمعيات الخيرية في قطر والتي تعمل تحت غطاء التمويل الإرهابي. أيضا صحيفة نيويورك تايمز اليوم تشير إلى أن تقارير بمنح قطر عضو تنظيم القاعدة أبو مصعب الزرقاوي جنسيتها لتسهيل أيضا التنقل بين دول المنطقة، ونعلم أن أبو مصعب الزرقاوي كان على اللائحة الأولى الإرهابية من قبل الدول العظمى وأمريكا. نقف قليلا ونتحدث عن دلائل وأيضا يعني معلومات واضحة للجميع بأن اليوم القاعدة تأسست من طالبان ومكتب طالبان الإقليمي في المنطقة تحتضنه قطر. إذن نحن نشاهد من حين إلى حين كشف دلائل وحقائق من قبل الدول المقاطعة وأيضا المجتمع الدولي تؤكد على الدعم الكامل للإرهابيين. يوسف القرضاوي وجماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها الدول المقاطعة في مصر والسعودية والبحرين والإمارات أنها جماعة إرهابية، وعدد كبير من هؤلاء أعضاء هذه الجماعة الإرهابية مطلوبين لدى العدالة إن كان في هذه الدول المقاطعة أو غيرها، يأتون إلى قطر ويعتبرونها بأنها ملاذا آمنا وتمنحهم الجنسية القطرية، وتصبح قناة الجزيرة منبرا لهؤلاء الجماعات المتطرفة. أيضا هناك حقائق ودلائل تحدثنا عنها في المقابلات السابقة بأن هناك تدخل من قبل جمعية الشيخ عيد الثاني الخيرية التي تعمل على دعم الإرهابي عبد الرحمن النعيمي وبعض أفراد جهاز الاستخبارات القطري كان واضحا في تدخلها في الشؤون الليبية، وهذا ما أفرج عنه القائد حفتر قبل أمس عند اجتماعي مع وزير الخارجية المصري في فرنسا. أختي العزيزة، نحن نشاهد يعني مغالطة تاريخية لدى قطر في دعمها ورعايتها للإرهاب في المنطقة أكبر بكبير من حجمها الجغرافي والتعداد السكاني. هي سخرت هذه الأموال التي تتوفر أستاذ الحكومة القطرية في دعم هذه الجماعات الإرهابية باعتبار أن هذه سياسة ربما تضعها على خارطة العالم وتشهرها بين دول المنطقة. أستاذ عبد الله، الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ذكرت في بيانها الأخير بأن تعديل قانون مكافحة الإرهاب القطري على الرغم من كونه خضوعا لمطالب الرباعي العربي إلا أنه ليس كافيا لوقف دعم قطر للإرهاب. ألا ترى بأن الضغط الإقليمي والدولي على قطر بدأ يؤتي ثماره؟ أنا يعني أحترم رأي المراقبين الذين أشاروا إلى ذلك، لكن قطر ستخضع اليوم أو غدا أو بعد حين، لكن قطر التي تعمله الآن من خلال هذه التوقيعات ومن هذه التصريحات هي عملية مراوغة، وهذا
عنوان بارز لدى السياسة القطرية منذ سنوات، نعم. أكثر من 20 سنة. قطر إذا كانت تريد الخير لها ولشعبها وللمنطقة، عليها عدم التوجه شرقا أم غربا أم جنوبا أم شمالا، فقط 220 كيلو هو الوصول إلى الرياض والجلوس على الطاولة والموافقة على المطالب التي وضعت من قبل الدول المقاطعة. أيضا في نقطة مهمة جدا، عندما كان هناك عملية المراوغة التاريخية بتغيير الحكم في الأمير السابق حمد وتسليمه لتميم، كانت عملية مراوغة بعد أن أثبتت تورط قطر في زعزعة وأمن استقرار المنطقة وسحب السفراء دول مجلس التعاون الخليجي. نشاهد أيضا هناك مغالطة مرة أخرى لدى الحكومة القطرية، وكان آخرها حديث أو خطاب تميم بأن لغة الخطاب التي تحدثت بها هي لغة ما زالت مكابرة وكاذبة لدى سياسة المنطقة التي تهدف إلى وضع الاستقرار والأمن لدى شعوب هذه المنطقة. أيضا اسمحي لي في نقطة جدا مهمة، عندما يتحدث هؤلاء في زيارات لوزراء خارجية وسياسيين للمنطقة، لم نشاهد تصريح صحيح وواضح من قبل التدخلات الخارجية في دول العالم ودول المنطقة للأزمة القطرية. كان هناك عنوانا واضحا لجميع هذه الزيارات بأننا نحاول وضع التقارب ما بين الدول المقاطعة وقطر، أي بمعنى تأكيد من الدول العظمى التي أتت إلى المنطقة. نعم أستاذ عبد الله، قطر هي راعية للإرهاب. نعم نعتذر لضيق الوقت، وضحت الفكرة. من دبي الإعلامي والمحلل السياسي عبد الله المطوع، شكرا جزيلا لك.